ابوي على اساس رافد هذا الزعطوب يصير شيخ انا مصاره؟ لعدو انت شنو مكانك؟ ابوي كامل انت بهاي السوالف ما تعرف سيره. هي الشيخه مو هيك وانت ما تعرف بالاصول. يعني شنو؟ تريد نمشي ورا رافد هذا الزعطوب اذا رحنا للعشائر لو الفصل لو المناسبات؟ لا ابوي رافد زلمه معدل وعاقل وما تطلع منه الناقصه. واطمئن انا راح امشي قدامك، لا انت ولا رافد يمشون قدامي. لا رافد مو خوش زلمه، ولو خوش زلمه كان قال الشيخ عمران والعالم كله من شيخه شيخ عمران بالجادر كان قال له لا لا شيخنا هذا عم موجود هو كبيرنا وهو الشيخ. ابوي انت ما تفهم بالمشيخ وعمك ابو رافد ما هو صبيه. وفاطمه بنت عمي صبار. فاطمه؟ وش بيها فاطمه بنت عمك صبار؟ هم راح ياخذها رافد؟ ما ادري ابوي. جاء غير هو خاطبها هو اللي ياخذها، ليش؟ اذا ما الى نيه يتزوجها انا اخذها. ها ابوي خير، انت مو عندك مره وجهال. واذا عندي مره وجهال شنو؟ الشرع حل الاربعه، حرام خب مو حرام. لا ابوي استغفر الله مو حرام، بس هي على اساس البنت الرافد. ابوي اذا ما تزوجها رافد خلال هاي السنه بعد ماكو داعي تظل يمه بالبيت، اي كان عمي عزام عايش وهو كبيرنا وهو ولي امرنا. هسه هو مات، بعد ظلتها ببيت رافد شني؟ ابوي اذا ما تزوجها خلال ذني الكم شهر الناس تقوم تحكي، اي الناس الها الظاهر، بعدين هي بتعمنا ويتيمه، احنا اولى بيها. كامل انت من زمان تكره رافد وما تحبه. زين والقاع؟ يا من يخلص هالطلابه. بوي اذا انت ما تريد حقك فاني اريد حقي. يساعدهم. هلا. شنو هم راح تخليك مره ثانيه؟ اه بدينا قوم الساعه هم تحس بغيوب. ثم تعال هنا يجوز الولد ما متغيق. شو يقول علينا ما نعرف الاصول؟ مو صحيح رافد؟ رافد ها؟ ايش قلت؟ ها شلون ورطة؟ دولة شنو؟ شنو سالفتهم؟ والله ما ادري. دولة عندهم تنظيم ما ادري شنو. ابتعد عنهم احسن لك. وملك علاقة بيهم. وانا شو العلاقة بيهم؟ شو ما جيت الكلية يردون يتعاركون معي. وهاي البنية شنو وياهم بالتنظيم؟ والله ما ادري. ليش قاعده وياهم؟ ما ادري. خوفك منهم ولا تضوج، تحاشاهم احسن لك. والله انا بالنسبه لي اخاف منهم. خصوصا هذا شاكر. اصلا اخاف اضوج. ليش؟ وهذا الثاني 24 ساعه لابس قاط. الدنيا تموت حرب وهو لابس قاط، شنو قصته ويا القاط؟ ما ادري. ايش بيه هذا الدكتور؟ شو من اول يوم شد عداوي يعني. وانت ما تعرف. هذول الاثنين واكو بعد غيرهم جماعة الدكتور عدنان، والدكتور عدنان على اساس هو قائد التنظيم مالتهم هنا بالجامعة. والله ما ادري.
تلعب نفسي من اشوفهم ذولا. هي هاي الحياة الجامعية. صباح الخير. طبعا هذا الدكتور نقيض دكتور عدنان بالضبط. ايش اللي غثك استاذ؟ هذا الحكي ما يوكل خبز. هذا الطالب يبين عليه مو راحه. استاذ بعد ما طلعت حكينا وياه وحذرنا. وش قلتوا له؟ قلنا له ما يصير تحكي ويا دكتور عدنان بهذا الاسلوب. بعدين انا شخصيا دكتور قلت له هاي جامعه مو اعداديه. وشنو كان رد فعله؟ خاف منكم؟ خاف لو لا؟ لا استاذ. استاذ حتى ما شفناه بالنادي جايبوا عندنا بنظرات. نظرات شنو؟ بنظرات تحدي استاذ. زين وش راح يسوون؟ استاذ انت بس اعطينا شوية مجال وخلني نشوف منو هو ومين جاي وبعدين احنا نعرف شلون نتعامل وياه. انا ما راح اسمح لاي واحد يخرب علينا شغلنا. نعم استاذ. سمعوني، هذا الطالب الظاهر اموره شويه تعبانه. ابوه استوى متوفي وهو غايب من بدايه الدوام لحد الان، يعني شويه ضغط منه شويه ضغط منه يجوز يبطل ونخلص منه. افتهمت شنو قصدي؟ نعم استاذ. سناء حسين. نعم استاذ. شاكر حمود. شاكر حمود. رافد عزام. نعم استاذ. ابني انت وين صار لك اسبوعين؟ استاذ والدي توفى وصارت عندنا ظروف. البقاء في حياتك. شكرا استاذ. أصعب امتحان للإنسان بحياته من يفقد أعزائه. أكيد كان الوالد الله يرحمه هو المعيل للعائلة. نعم استاذ. وهسه منو؟ عندك أخوة أكبر منك يتحملون مسؤولية العائلة؟ لا استاذ، إخوان الكبار ماتوا بالحرب من زمان. يعني أنت هسه المعيل لعائلتك. نعم استاذ. كان الله في عونك يا ابني، بس اريد اقول لك انه اني وزملائك هنا راح تلقانا عون لك دائما ان شاء الله. واهلا وسهلا بيك باول يوم لك بالجامعه. شكرا استاذ. مو قلت لك؟ باب معظم. عم باب المعظم؟ لا باب الشوجي. ما سمعين نصيح باب معظم؟ لا بس اتاكد. يا الله تسعد صديق. شو الناس ما تتحكم؟ حق الرجال، سؤالك ما له داعي، مبحوح صوته من نصيح باب المعظم وانت جايت له، عمو هاي باب المعظم؟ بس انا ما قلت هيك. اقول بنات ما نصعد هسه لان حاره جوا، نحجز مكان ونوقف هنا على ما تقبض. اوكي عطوني كتب مايكم خلي احجز. روح عدل خير. هذا الولد الجديد وينه؟ هذاك هو يمي شجرة قاعد يمشي. أشوف
شو هذا مبين عليه عنده مشاكل وحياته ما مستقرة. بس أنا عجبني أسلوبه ويا دكتور عدنان. هذا دكتور عدنان ما قد طالب يتجرب يحكي حكاية وحدة بدرسه. قوم اقعد يم الولد لا تقعد يم البنات. قوم شيل الكرسي مالك واقعد يم الولد. طبعا وبعدين شفته بالنادي بس كان يباولي بنظرات تخوف. معقولة؟ ليش؟ لأن هذولي جماعة الدكتور عدنان كانوا قاعدين يمي واعتقد هو عباله أني وياهم. صدق ما سألتك وما شو يريدون منك؟ والله ما أعرف. دي يضايقوني ودي يلحون علي أصير وياهم. صيرون وياهم شنو؟ ما أعرف. عندهم حزب ما أدري شنو ودي يلحون علي أني بالذات. وهذا أخونا الجديد من شافني قاعدة وياهم بالنادي عباله أني منتمية للحزب مالتهم. وهو قبل شوية راد يتعارك وياهم ومن شافهم بالنادي واحد قام يباوع للثاني بنظرات حقد وغضب وأني صرت بالنص. انت قبل مشتغل بمخباز؟ لا ما مشتغل بس ما اعتقد الشغلة يراد لها خبرة. طبعاً يراد له خبرة. حالة أي شغلة. ماكو واحد بطنه ما يطلع خباز. لا أنا ما قال لك أرد أصير خباز. جوز على العجين على شغلة ثانية. شنو أنت طالب؟ إيه طالب. وين؟ كلية القانون. قل لي شو اللي حتوفق بين دوامك بالجامعة وشغلك هنا؟ يعني اشتغل بعد الدوام. وإذا تريد نصب حمين من خالف. الشغل ما يتوقف عندي طول اليوم. من 6 الصبح للتسعة بالليل. ماشي. أنا أقدر أشتغل من 3 العصر لـ9 بالليل والصبح من 6 لـ8. ليش لـ8 وبس؟ لأن عندي دوام الصبح 8:30. إيه هاي اللي حصل مشكلة لأن أكثر الازدحام يبدأ بعد 8 الصبح. والله ما أدري شو أقول لك. قابل أبطل دوام من الجامعة. ها مشكلتك. ما لازم. أوقف استريح استريح. زين تجي العصر من 3:00 لـ9:00 وثاني يوم الصبح تجي من 6:00 لـ8:00. أوكي ماشي. إيش قد راح تعطيني؟ ثلاثة آلاف شلون؟ راح أشتغل 8 ساعات يومي. 3000 كلش قليلة. لا عاد ايش قد تريد؟ يعني 7000 معقولة. شنو قابل انت اصلا؟ هو يقدر يسويها كلها بس عجينة ده يسويها، اجي رجال من برا يقدر يسويها. زين على الاقل تسويها 5000. ايش قد؟ 5000؟ زين سويها 5000 بس تبدي من اليوم. اي ماشي ابدي من اليوم. طفي الضوء. السلام عليكم. عليكم السلام. تعال تفضل. الله بالخير. الله بالخير. تفضل إذا تريد الدخل. شلون الأمور بالجامعة؟ يعني بدها تصير حسب الخطة. أنت كنت تقول بالتليفون أكو تحديات. ممكن أتعرف على الأخ قبل ما أحكي؟ بعدين مو هسه. اشرح لنا شوي على هالتحديات. يعني أكو تحديات المدرسين نفسهم. أكو عندنا دكتور مسيحي ودكتورة مسلمة دي يحاولون يخلون عوائق. شلون عوائق؟ يعني أكثر شيء بطريقة تفكيرهم اللي بالضد من طريقة تفكيرنا. وطبعا عندهم تأثير على الطلبة. تحتاج نودي لهم جماعة
يتفاهمون وياهم؟ يعني شلون يتفاهمون وياهم؟ انت كل زين تعرف شنو قصدي. ماجد شلونك؟ رافد أنا فاطمة. فاطمة شلونك؟ الحمد لله. أشو لا تسأل لا تخابر ما تقول ذول أهلي وين راحة وصار بيهم. وأنا شنو؟ صار اليوم أنا غايب عنكم قابل شهرين. أي حقك. الظهر بنات بغداد شغلنك عنه. شو اللي تبي الحكي هذا؟ أبويا صار أسبوع من مات ويني وين البنات؟ ألو. وياك. على كيفك، لقيت الحياة الجامعية تلعب النفس، أول يوم رتت عارك ويا جماعة. تتعارك على شنو؟ والله ما أدري، ذولا كم طالب، الظاهر عندهم تنظيم ما أدري شنو. ما عجبهم أسلوبي المدرس، أول ما خلصت المحاضرة جو يمي وقاموا يهددون. وأنت إيش سويت؟ دخل يولون، عبالي ما أخاف منهم. رافد، أوف الجامعة وتعال، إحنا ما بينا حل لهالمشاكل، أنت تعرف ما نقدر نعيش بدونك، وإحنا كنا تاهين ما لنا والي. هم رجعنا لهالموضوع هذا، مو حكيه بهالموضوع وانتهى. زين انت هسه وين ساكن؟ ساكن بفندق، بس شلون فندق؟ 5 نجوم. صدق والله؟ لازم كلش تعبان. انقص فندق ببغداد، ولا عبالك نايم بغرفة، عبالك نايم بالشارع. وانت هسه قاعد بالغرفة؟ لا، انا قاعد فوق السطح هسه، كنت اشر ملابسي. تشر ملابسك؟ اي مو اليوم ابشرك اشتغلت. صدق والله؟ وين؟ بفرن مال الصمون. اي خوش، وش قد ينطوك باليوم؟ 5000. بس هي أجرة الفندق 3000. يا 5000 شو تكفي؟ أنت تقول أجرة الفندق 3000، زين كراويك للكلية ايش قد تاخذ؟ أكلك وشربك شلون؟ أكل بس صمون، أتغدى صمون، وأتعشى صمون، وأتريك صمون. حكي ايش هذا رافد؟ ما تقول لي شلون راح تدبرها؟ مو أنت وراك عائلة؟ إذا تعطيني مجال، هو ما صار لي يومين من إجيت. بالك تلقى لي شغلة أحسن من هاي، قابل راح أعوفكم وأظل قاعد هنا ببغداد. بس أنا قلت هيج. رافد ترى احنا ما عندنا مصرف. انا اعرف رح اضوجك وزيد همك، بس شو تسوي؟ احنا ما عندنا غير انت والبيت. الله كريم فاطمه، انا بعد يومين اجي واشوف الله شلون يفرجه. الساعة 8 لازم اروح. وين تروح؟ للدوام، للكلية. بابا يا دوام، اوفر الدوام، ما تشوف ناس واقفة، ما تشوف عندنا ازدحام. عفوا الدوام شلون؟ متفقنا البارحة دوام الصبح من 6 ل 8.
لا اتفقنا ولا هاي عرفت؟ اذا تعود مخبز هسه تروح بعد ما تجي. واتفقنا البارحه دوام العصر من 3 ل 9 والصبح من 6 ل 8. ما قلت حكي، اذا عبت المخبز ما قصه تروح بعد ما تجي. ماشي، اعطيني يوميته مال البارحه واليوم. باح اعطي يوميته. مالك علاقة؟ ايش عبالك؟ انا مثل ذاك الوقت فرات راح اخاف منك وبطل؟ عندك شي ولاد وخلنا نتعارك برا. يقولوا لي بمرور الايام يخف الالم، بس لحد الان بدا يخف. ست الانسان هو المسؤول عن سلوكه. عفوا ممكن تكرر؟ شفتوا شلون صيح علي؟ شنو هذا الشايف نفسي؟ بيك شنو هاي؟ وين كنت تشتغل فرن مع صمون؟ اي كنت تشتغل فرن مع صمون. لا لازم اصف حساب وياه هسه، لان انا ماكو واحد بحياتي خجلني مثل ما خجلنا هو اليوم. شوف شلون عرفتني هيك والله ما ادري، لك شلون ما خليت لكم اضرب بوكس على حلبي.